عم دي شبه لوحة زهرة الأرنبيط. يا عم هي دي انتوا شفتوها معايا على النت؟ يا جدعان يا جدعان اتأكدوا عشان مشوارنا ما يطلعش على فشوش. يا ماجد أنا متأكد، أنا متأكد إن اللوحة دي هي دي. طب يعني أنت لسه عندنا لسه هنتأكد نسرقها؟ أنا هيكونوا حاطين عيني لو مش هي. وطى صوتك. شاهد يا رؤي. ايه يلا يا جماعه يلا قبل ما حد يجي والله ايه الراجل يصحى اقول لكم ايه الورق ده اكيد فيه بلاوي متلتله ورق ايه يلا يا جماعه يلا يلا ماجد 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 كلم خالد الاول خليه يامن لنا الطريق يلا بس يلا محمد محمد يا باشا ايوه ايوه عم احمد مهم عليه يا باشا كل حاجه موجوده قدام حضرتك بتقول ايه امتى تعصب من شويه بص بعد اذنك يا مربي اتفضل حضر العربيه فورا امرك يا بص جدوى
تعال تعال انا حافظ المكان. تعال مش عايزين اي لخبطه يا جماعه. ها كل واحد عارف يعمل ايه يا ابويا. يا دول انتوا كنت عايش في الفيلا دي؟ ايوه امال ايه. يلا طب ايه ده؟ ايه مالك؟ ده شيخ محمود فضيل. ايه يعني؟ ده دعايه. انتوا بعتوا له الفيلا؟ احنا ما بعناش لحد حاجه، البنك هو اللي خد الفيلا. يبقى البنك بعاه. يا سيدي انا ما اعرفش، انا اصلا ما اعرفش مين محمود فضيل ده. يا عم اقدر ما حصلش، اقدر ما حصلش. يا اخي صاحب الفيلا بيحب حاطط له صورته. مالك انت؟ انت يا ابني تهوى انت يا عم في ايه؟ متدينين قوي كده اللي جايبه تسرعوا. خلصوا يلا خلصونا. طب يلا طلع هطلع انا وانت فوق. يلا بقول لك ايه؟ انا هطلع على اوضتي واقول لك انت تعمل ايه. تعالى ماشي يا عم. واخدين اوضتي ونايمين على مرتبتي. ماشي هو دي المرتبة اهي اهي عشان تبقوا تناموا براحتكم. الشنط تمام. يلا سمي كده وافتح لنا الشنطه الاولانيه دي. يلا يلا يا اخوين يا عمر. مش هتستنوا لؤي ولا ايه؟ لؤي قاعد جنب بقيه الحاجه تحت، ما تقلقش انت. لا يا شيخ افتح لنا طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش. بسم الله. حبيب قلبي اموت في الكوبون يا اما. يا جدعان فلوسي كلها. ايه ده؟ احنا باين علينا لعبت معانا يا عيال. بس دي تخوف. كنت رايح يخوف قوي. تخوف ايه؟ احنا فتحنا شنطة الرعب. الشنطة دي هتخلي الحكومة تدور علينا بإيديها وأسنانها. لا بس هم يعرفوا يلاقونا. ده لو وقفوا على شعر رجليهم. طبعا يا برنس. هات دي الشنطة دي أأمن مكان ليها هنا لحد ما نوزع بقية الحاجة ونبقى نرجع. الفلوس دي المجوهرات دي احنا سرقنا علي بابا ولا ايه يا جدعان؟ هو ده اللعب على كبير. ايوه انا شايف بقى ان المجوهرات دي تتوزع على كل واحد فينا. كل واحد فينا ياخد نصيبه. ها ونبيع بقى بمعرفتنا احنا. صح كل واحد ياخد نصيبه ويتصرف بيه بمعرفته ان شاء الله. حتى لو يشتري بيه البنك سمار. ما ينفعش حد يبيع الدهب ده دلوقتي. ممكن البوليس يقبض علينا واحنا بنبيعهم. بالعكس ده الاحسن ان احنا نخلص منهم بسرعه. يا ريت لو بكره الصبح بدري قبل ما يكتشفوا السرقه ويوزعوا نشرب اوصاف المجوهرات. بس بكره الجمعه اجازه. بس بتوع الدهب بقى اجازتهم لحد يا اخوي. كده احنا هنختلف. بصوا يا جدعان انا رايي نوزع الحاجه كلها دلوقتي. هو لو حد وراه مصلحه ولا حاجه
وزع يا عم. استنى، انت هتوزع ازاي؟ لازم نوزن. هنوزع بركاوي. بركاوي؟ طب اصبر بقى كده، محدش يمد ايده. لا وريني حته الدهب الابيض دي بس. انا عايز الكردان. خد كردان امك اهو، انت حته الدهب الابيض. انا بقى اخد الخاتم ده. احنا قلنا مفيش نقاوي. اشمعنى الخاتم ده؟ استنى عليها يا جدعان، ده شبكه زينه القلب. عيب عليك يا لولو. انت هتتجوز غلطتي؟ اه يا برنس. مبروك يا صاحبي. حبيبي يا ريس. حبيبي يا لولو. استنى، خد دي مني كمان. طول عمرك ما يفوتكش الواجب. ايوه مين؟ ايه؟ بتقول ايه؟ هجموا على الشركة؟ وانتوا كنتوا فين يا معايم؟ البوليس قبض على اتنين والتلاتة التانيين فين؟ ما ترجعوش غير بيهم. وتنزلوا على التحرير اضربوا العيال دي بالجزمة. سامع ولا لا؟ طلعوهم بره البلد. أهم يا لهوي، أنا خايفة عليك يا طلعت والنبي. ما تلاقيش يا زينة، هو ده الوقت المناسب. لو العيال ما خرجوش دلوقتي مش هيخرجوا طول عمرهم. خلي بالك من نفسك والنبي، أنا ماليش غيرك. تعال كده، تعال كده، تعال كده، وسع وسع. أنا فيهم معاهم. ولا في عامل ده هو في المهم غير غلابة زي أنا. أنا أعرف أتصرف معاهم. ولا في عامل ده هو. أنا عايز غير غلابة اللي جوه. وسع عنا، خلينا نخش. يا عم وسع. ماشي، أنا عارف إنها مش هتيجي بالسوق. ماشي، وسع. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا مامي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. حرام عليك، نشفتوا دم من الخوف. ليه بس يا فريده؟ يعني يا فؤاد مش شايف اللي بيحصل في التحرير؟ ايوه يا روحي، ما احنا لسه جايين من هناك انا وشرويت. بقول لك ايه، احنا اتظاهرنا وهتفنا وعملنا كل اللي علينا، خلاص مفيش مظاهرات بعد كده، مفيش تحرير. ليه بس يا مامي؟ ده حتى بيقولوا ان هم بكره هيعملوا. مفيش بكره، مفيش بعد بكره، خلاص. طالما مفيش شبكه نت ومفيش شبكه موبايل مفيش نزول للتحرير. ليه بس يا فريده؟ ما احنا كنا عايشين من 10 15 سنه ومفيش موبايلات وكنا عايشين عادي جدا. يا فؤاد، الظروف ما كانتش زي دلوقتي. حرام عليكم والله العظيم، نشف دمي، كنت هموت من الخوف. كنت خايفه في اي لحظه البلطجيه يجوا يكسروا الباب، يسرقوني، يقتلوني. حرام عليكم. خلاص خلاص يا حبيبتي، انا مش نازل مظاهرات تاني. ممكن خلاص يا مامي، مفيش نزول تاني. يا نهار ابيض، انا مش قادره استحمل حمايه الممتلكات. الباب مبقاش فيها بوليس، ده كده مفيش امان. تعرف ان ممكن كده بلطجي يدخل علينا ويسرقنا عربيتي؟ يا نهار اسود، ممكن يسرقوها. استني بس يا ياسمين، اسمع، تمنعوا الدراجات البخاريه من المرور. ده بيقول لك ان هم هيعملوا حاجه اسمها لجان شعبيه، كل واحد ينزل يقف مع جيرانه.
بقولك ايه؟ انا نازل. نازل رايح فين؟ هنزل اقف مع الجيران. تقف مع الجيران؟ هو انت تعرف حد اصلا؟ لا بس يعني اكيد هنتعرف على الاقل نحمي عربياتنا. ملعون ابو العربيات، ما تسيبنيش لوحدي في الظروف دي. اعملي بس يا ياسمين بلا تعمل بلا زيف، تفضل قاعد جنبي. انا اهم سياسي واضح. تعليمات جات لنا بالانسحاب من الشارع. اتفضلوا حضراتكم روحوا عربياتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. وسيادتك يا فندم، أنا مش هسيب هنا لغاية الأمور ما تهدى تماما. وإحنا معاك يا فندم. لا أرجوكم نفذوا التعليمات وروحوا، وأنا لما أحتاج لكم هبقى أكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم. يلا شوف بيه. تمام يا فندم. تحت أمر سيادتك. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. كده يا إيهاب برضه؟ كل ده تأخير يا ابني من غير ما تقول لنا ولا تسيب لنا خبر. معلش يا ماما سامحيني. طب يا أخي كنت تتصل بينا بالتليفون طمنا عليك. يا بابا ما هي شبكة الموبايلات كانت واقعة. يا سلام، ما تليفون البيت أهو. معلش فاتتني دي. الأحداث كانت ماشية بسرعة رهيبة، الواحد ما كانش عارف يفكر. المهم إن أنت بخير. الحمد لله. طول ما مصر بخير أنا بخير. بس مفيش نزول تاني. اديك شايف الضرب اللي في الشارع. مفيش نزول تاني يعني ايه؟ ده انتوا المفروض اللي كنتوا تنزلوا. يا ابني ده احنا عواجيز. عواجيز؟ في التحرير كان في ناس اكبر منكم بكتير. انا سبتهم وجيت وهم فضلوا بايتين هناك. ما اقدرش اقول لكم على اليوم، اليوم كان تاريخي، اليوم كان عالمي. وهم بيغنوا في نفس واحد سلميه سلميه. ولا وقت الصلاه. كانوا مئات الالاف. وهم بيقولوا الله اكبر في نفس واحد كان جسم الواحد يقشعر. الله فعلا مصر خدت خطوه لطريقها للتغيير. ده الفقر ده؟ وانا يا رب كل ما استأذنيها تسرق مني؟ ده ايه اللي حصل الكلمه ده؟ اتسرقت؟ ايوه يا سيدي اتنيلت. انا كمان اتسرقت. أكيد طلعت. لا مش طلعت. أنا عارف مين اللي سرقني. مين؟ سوسو. سوسو بنت الكلب. نادي الأشكال اللي أنت بتجيبها عنا. وبعدين؟ أنا بأشفر. بكح تراب. أنا مفيش قدامي غير نروح عند أمي اليومين دول. مفيش قدامي غير نعمل كده. أمك؟ أمك إيه؟ أمك إيه؟ طب وأنا؟ والحكومة اللي بره؟ يا ابني هو في حكومة في البلد؟ أنت ما سمعتش إن الشرطة كلها انسحبت؟ يبقى أنا بقى هروح لياسمين. إزاي يعني؟ هتروح لها إزاي؟ ما إحنا اتفضحنا في كل القنوات وفي كل المجلات وفي كل الجرايد. لا لا يا عم دي لسه مراتي. أكيد وحشها يعني و عارف إنها ما تحبش تنام لوحدها او تظبطني. هي سهام ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟ اصلها مش ناويه ترجع البيت النهارده. معقوله؟ طب هتبات فين؟ هتبات في ميدان التحرير مع المتظاهرين. ليه كده؟ اصلها خايفه تخرج لقبضوا عليها، فاضطرت بقى تجيب خيمه وتبات مع زمايلها في الميدان. يا مجنونه يا سهام. لا يا اختي انا مش حامل كده. انا كلمت امي في البلد النهارده بهدلتني عشان ما روحتش. انا مسافره بكره. انا كمان لازم اسافر، وخصوصا ان القعده هنا لوحدنا اصبحت خطر علينا جدا. وكمان ماما كلمتني في التليفون وقالت لي ان مش هيجي لها نوم لحد ما تشوفني قدام عينيها الصبح. ربنا يستر علينا وعلى البلد من النهارده لحد بكره. يا رب يا رب يا رانيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجاله. غالي على فين يا شباب؟ رايحين رايحين بيتنا بيتنا. طب وايه اللي جايبكم هنا؟ احنا واخدين شقه مفروشه هنا. شقه مفروشه؟ وايه بقى اللي مخليك واخد شقه مفروشه هنا ما دام ليك بيوت تروح عليها يا شيخ؟ هو تحقيق ولا ايه؟ مالك ايه النمره الغريبه دي؟ طب ممكن بطايقكم بقى؟ هو انا مش عارف بصراحه انت متعصب ليه يعني.
احنا شباب زي بعضينا يعني، عيب تعلي صوتك، ما انا ممكن برضو اعلي صوتي ونخش في خناقه مع بعضينا. يا ابو الشباب على دماغنا من فوق، بس دي لجنه شعبيه احنا عاملين عشان نوقف البلطجيه والناس اللي هربت من السجون، عشان ما فيش حكومه. لا لا، ما انت الراجل ده عامل الصح. لا انت صح. طب هو الشوارع كلها بقى يعني كل الشارع عامل برضو الصح؟ كله هيعمل معاك الصح. يعمل معانا ليه يا عم؟ احنا مش شمال. تمام يا عم، انت راجل صح والرجاله دي كلها صح الصح. طيب ماشي، احنا بص احنا نسينا نجيب حاجه من البيت، هنرجع نجيبها ونرجع لكم. لو عايزين حاجه قولوا لنا. احنا العماره هنا، لو في اي حاجه بس كلمه السر. ماشي، شمشمي ضاع. شمشمي ضاع. بقول لك ايه، بقول لك احنا مش هينفع، الدنيا كلها مقلوبه، احنا نرجع المكنه بتاعتنا. صح. وقدر ما حصلش. يلا. ايه ده؟ ده يا اخي القرف ده؟ امتى بقى الواحد يغور ويهرب من البلد دي؟ واحد قرف. تغور؟ تغور فين يا غالي؟ انت ايه، هتغب بره وتسيبني ولا ايه؟ هروح لندن، هروح اعيش مع ابويا هناك، مش احسن من السواد اللي احنا لسه هنشوفه هنا؟ لندن ايه؟ لندن ايه يا خالتي؟ ايه يا غالي؟ قرع ونو زي منين؟ انت معكش كواسي اشفور. عندك حق، بس معلش هنتصرف، احنا بنغلب يعني. مش كل مره تسلم الجره. لسه موضوع التليفونات ده ما اتحلش، ده ما فيش موبايل شغال في البلد. شفت انا كشكي كده واحنا بنجري، في تليفون ارضي. انا هطلع اتسحب كده خفافي خفافي، اضرب مكالمه لياسمين هيتشنا. روح نالي، خلي بالك على نفسك. ماجد، ماجد طلع هربان، لسه مكلمني في التليفون، شكله هيجي على هنا. يجي على هنا؟ يجي على هنا يهب بيه؟ يجي على هنا، يجي علشان يبلطج عليا، اكيد هياخد مني فلوس. بس ايه، ما تلاقيش يا حبيبتي، ما تلاقيش، واهدى انا معاكي، انا هعرف احميكي، لو جه هنا انا هقطعك. انا خايفه اعمل حسابك انه اكيد هيجي على هنا، انا عارفه ايه، انا عارفه ماجد. حبيبتي ارجوكي اهدي، ما تلاقيش، سيبيني انا هعرف اتعامل معاك كويس. حبيبي أنا عندي حل عشان نخلص منه. إيه هو الحل ده؟ ندخله مصحة لعلاج الإدمان، وندفع فلوس عشان ما يخرجش منها إلا لما مراته توافق. وأنا طبعًا مش هوافق. بس أنت مش مراته، أنت مرات أنا. يا سيدي، نضرب ورقتين عرف كده أي كلام، وأنا هقول إن أنا مراته. بس كده، كده تزوير. لخبطة بصراحة، أنا مش فاهمها ياسمين. هي الحكومة أصلاً موجودة في البلد؟ هو في حكومة علشان تفروا كل اللي بيحصل؟ يا راجل كبر دماغك وسيب لنا الموضوع ده بقى، هظبطه لك كويس. أوكي ماشي، بس أنا كده لازم أجيب السلاح بتاعي، ولازم كمان أكلم مجموعة من صحابي عشان نعرف نجهزه كويس. بس بكرة وبدري، لحسن يجي وانت مش موجود وتبقى مصيبة. خش خش يا فوزان. يا خرابي يا خرابي، اول مره اسمع صوت ضرب نار. معقوله حتتنا يبقى فيها بلطجيه؟ لو حد جه هنا هنعمل ايه يا ابو ايهاب؟ العمل عمل ربنا. ما تخافوش يا جماعه، والسلاح ده بيعمل ايه؟ ايه يا ايهاب، مسدس؟ ايوه يا ماما، ما انت عارفه ان انا كنت بسافر كتير الايام اللي فاتت دي، ولازم اكون متامن. يعني ده موجود في البيت وانا ما اعرفش؟ ايوه يا ماما، انا بصراحه ما رضيتش اقول لك عشان ما تخافيش او تقلقي. وبعدين بابا قال لي. بابا انت يا سارة عارف ان ده موجود وما قلتليش؟ الصوت يكسف. خلاص خلاص يا جماعه، يلا يلا خشوا جوه، خشوا جوه. خش. ابو طلعت قلبي كده يا اخويا واكلني، ومش عارفه مالي خايفه كده ليه؟ خايفه من ايه يا وليه انت؟ خايفه من البلطجيه اللي بيقولوا عليهم اليومين دول اللي يجوا عندنا يا اخي. يا وليه يا خرفانة انت؟ بلطجية ايه اللي هيسيبوا الفلل والقصور والناس الاغنياء ويجوا لنا احنا؟ طب ليه؟ كبري مخك بقى. حاضر. في ايه؟ ده مين اللي جاي لنا اخويا السعادة؟
والنبي يا اخويا ما تفتح الباب، يا بنتك امان. طب اهدي بس انت يا وليه. مين؟ حاضر. يا وليه. اخرس يا وليه. حاضر حاضر. اخرس يا وليه. حاضر حاضر. في ايه يا ابني؟ انتوا مين وعاوزين ايه؟ مش دي شقه طالعه ونص؟ ايوه هي. طب اطلع بقى بيحشيلها عندك بقى. ما عنديش. ايه؟ في الشقه اللي فوق في اخر دور، اجيب لك المفتاح. حبيبتي لازم اروح اجيب المسدس بتاعي انت عارفه، وبعدين لازم اكلم حد من صحابنا عشان يجونا على هنا. طب ما تخلي حد من اصحابك يجيب لك المسدس لغايه هنا بدل ما تنزل. ما ينفعش يا ماما، محدش يعرف مكانه غيري، وبعدين انت عارفه ان انا كنت عايش لوحدي، هبعت مين يجيبه يعني؟ طب ممكن ما تاخرش عليا عشان انا خايفه قوي. ما تقلقيش يا ماما ما تقلقيش، هي ساعه زمن بس مسافه السكه رايح جاي، ولو اي حاجه حصلت كلميني على التليفون الارضي هو معاكي. يلا باي باي يا حبيبتي. كأنك شفت عفريت. انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. انت مظاهرات بقى ربنا يخليها لنا. خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس، وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده ست شهور على حالها، يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله مش مشكله خير. اقول لك ايه، تيجي جنبي بقى، تعالي وحشتيني. تعالي. طب بص هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده جوه واجيلك على طول. اه طب بقول لك ايه؟ اديني معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس، انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش. منين؟ اه ما هو فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين لحم التافك يعني من خيري، هو في جنبي، انا في محنه.
لا مش مشكلة. سيبوا على الأرض يا عزيز، خلي على الأرض. سيبوا على الأرض، خلي. بقول لك إيه؟ في بقى صبر يا إما هيتنفس، شوفوا له ساعات. خلي يا حبيبي ابعدوا عنه، خليه يعرف وراك بس يا حبيبي. ماجد ازيك يا روحي؟ انت دخلت ازاي اصلا؟ المفتاح اللي معايا، انت ناسي اني معايا مفتاح ولا ايه؟ الله، مالك كده اتخضيتي كانك شفتي عفريت؟ انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. انت مظاهرات بقى، ربنا يخليها لنا. خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس. وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده 6 شهور على حالها، يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله، مش مشكله، خير. بقول لك ايه، تيجي جنبي بقى، تعالي وحشتيني. تعالي. طب بص، هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده من جوه واجي لك على طول. طب بقول لك ايه، اديني معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس، انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش، منين؟ ما هو فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين لحم التافك يعني من خيري، هو في جنبي، انا في محنه. هنجيب لك فلوس ونجيب لك. ماجد هنا، ماجد هنا، دخل بمفتاحه القديم جاي ياخد مني فلوس كعادته. المخدرات لحست نافوخه وشايل معاه مسدس وبيهددني. بسرعه تعالى هات لي صحابك وتعالى دلوقتي عشان نوديه المصحه النهارده. متاخرش عليا، انا خايفه. بسرعه. مش كده؟ كلمي هيثم. انا مش قلت لك ما كلموش تاني؟ حصل ولا ما حصلش؟ اصل انا اصل ايه؟ الست المحترمه الكويسه تسمع كلام جوزها؟ تسمع كلام مين؟ جوزها. حاضر حاضر. عارف ان انا بغير عليك؟ ها؟ بغير عليك انا؟ هعمل لك حاجة تشربها. نوري مش ممكن. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. جيب شربت. الحمد لله. ماما فوق. نوري. الحمد لله. الحمد لله على السلامة، ازيك يا حبيبي؟ انت كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا نوري؟ كويس. حد عارف انك جاي على هنا؟ لا مفيش حد. قول لي يا حبيبي، كنت فين المدة دي كلها؟ ده البوليس جه هنا وفتش الفيلا، شقة مصر الجديدة كمان. اصل انا واصحابي خدنا شقة مفروشة. مش هما دول برضو اصحابك المتهمين في قضايا سرقة؟ هم ترى بقى سلموا نفسهم ولا لسه؟ وسلموا نفسهم ليه؟ عشان السرقات اللي انتوا عملتوها. مش لما يبقى في شرطة الأول؟ هيبقى فيه وهترجع. طب بقى لما يبقى فيه يبقى لينا كلام تاني. دلوقتي لا في شرطة ولا في سجون ولا في مساجين أصلا. خلاص خلاص خلاص، المهم ان هو كويس ووسطينا. تعالى يا ماما تعالى. مالك يا سوسو؟ جايباني على مالا وشي ليه؟ في ايه يا بت؟ اصل رأفت عرض عليا الجواز ووافق. طب ما ده خبر زي الفل، مالك مصدره جوز البطه ليه؟ اصل يا اختي قلبت الموضوع في دماغي، لقيت انه ما ينفعش. مين ده اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش اتجوز راجل ما بحبوش يا زوزو ولا بقبله حتى. بت انت اتهبلتي، حطي رجلك على الارض، انت مش عايشه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي ولا ايه؟ هي دي عيشه دي؟
ده انا اتبهدلت واتمرمطت لحد ما شبعت. يا زوزو الواحده عاوزه مننا ايه غير الراجل يكون بيحبها وتحبه؟ رأفت ده ما يعرفش الحب من اساسه. انتي بتخلعي من رأفت عشان الموز لؤي؟ وربنا ابدا، ده حتى مش عاوز يكتب عليا رسم. يا زوزو انتي عارفه ان رأفت ده ابن كار زينا، يعني سكر وسهر ونوم طول النهار، حتى الفلوس مش نظيفه. وانا بقى يا بنت عاوزه انضف. خلاص يا اختي بلا رأفت وويلكم لؤي، انا بقى هاخد رأفت لفتين، اصل السوق مضروب اليومين دول، واحنا لازم نساهم في التنميه البشريه على اساس الاقتصاد يعني. ودي حبيبي فاهم وانا مش باكل حبيبي، ده انت هفتان كل شاهد. قول لي بقى يا لؤي، ناوي تعمل ايه في الفتره اللي جايه؟ في ايه يعني مش فاهم؟ في حياتك طبعا. والله يا شروق البلد دي ما بقتش امان، فكر اسافر. وانا مش معقول هفضل طول عمري هربان يعني، وهجيب فلوس السفر منين؟ هو مش انت دلوقتي في مام بابا؟ يبقى المفروض ان انت اللي تساعدني. والراجل اللي في مام بابا ليه وجهه نظر في تخطيطك لحياتك. يا ريت نسمعها. تسلم نفسك وتواجه تبعات الاخطاء اللي انت عملتها. قول كده بقى، قول انك عايز تسلمني وتخلص مني. لا 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 فؤاد ما قصدش. لا يقصد يا ماما. لا ما قصدش. لا قصد. ما قصدش يا لؤي. انا اللي محتاج لك، انا محتاج لك فلوسك. طيب ليه كده يا فؤاد؟ ليه بصلي فيها ليه؟ جيبي لي الكوباية. لا يا حبيبي انا كنت محضرها لك انت. انت بتسميها حد؟ انا لا. طب شوفي مين على الباب. ماشي يا ابني، فؤاد بيحبك. بيحبني؟ بيحبني يقول لي روح سلم نفسك؟ امال لو بيكرهني كان قال ايه؟ ها؟ ده رايك قانوني، بس هو من جوه بيحبك. الله، هو سايبك تقعد في بيته ليه؟ ها؟ ايه تفسيرك لده؟ بقول لك يا ماما، سيبك انت من الكلام ده، انا لازم اسافر، ما ينفعش اقعد في البلد دي. اسمعيني، انا لازم اروح لندن لبابا. سافر وتسيب ماما؟ بعدين انت ممكن تسافر؟ الله، ايوه ما تلاقيش، انا هسلك. بس الموضوع كله في الفلوس. كان حكاية فلوس، أنا هساعدك. تكلمي بجد؟ حبيبتي يا ماما، ربنا يخليك ليا. طيب أنا محتاج 100,000 دولار بس. إيه؟ ليه كل ده؟ إيه يا ماما في إيه؟ أنت محسنة إنك متجوزة واحد فقير يعني، ده على قلبه قد كده. وبعدين أنت ما رضيتيش إن أنا أروح أتغرب في بلد غريبة وأبدأ حياتي وأنا ما معيش فلوس. ماما أرجوك أقفي جنبي وساعديني. لؤي بقول لك ايه، انا هساعدك باللي اقدر عليه وبس. طبعا يا مدام، ودي حاجه تتنسي. انت عارفه اغنيتك انا كده مش هتغير واللي مش عاجبه يطق، انا بنام عليها كل يوم. انا جايبه لك جوزي الجديد للاسف، ادمن بودره هو كمان. انت بتغيرهم كل اسبوعين ولا ايه يا مدام؟ بقول لك ايه يا دكتور، قصر وخلص اجراءاتك، وانا جبت لك نفس المبلغ اللي طلبته المره اللي فاتت. لا بقول لك ايه يا مدام، اسمحي لي اطول في النقطه دي. الحقيقه الاسعار بعد الثوره زادت الدبل، مفيش حاجه بتخش جيبي زي ما انت هرشه.
الحكاية كلها إن إحنا بنجمع شوية فلوس لمركز أبحاث المستشفى قبل ما المرحلة الانتقالية تخلص. يا سلام، بس ده اسمه ابتزاز. ابتزاز كلمة جميلة رائعة، بسمعها كتير اليومين دول، بس الحقيقة أنا بحب أشوفها. لو مش عاجبك هجيب الأعشاب، في وصفة عند عرعر ممتازة أنا شخصيا بستخدمها. عند عرعر؟ خلاص هكتب لك شيك بالمبلغ. شيك أصرفه منين اليومين دول يا مدام؟ معيش فلوس تقضي. خلاص خلاص هبعت لك حد بالمبلغ. اوعى اوعى. ايه ده؟ أنا هنا؟ جبتيني هنا؟ جبتيني هنا يا ياسمين؟ حرمت؟ اوعى اوعى يا ياسمين! في عالم سمسم والساحرة المستديرة حيث ينساك كل البشر. الريحة دي، الريحة دي إنها رائحتي وأنا فريح بها. ستعيش في خندق كالحنتريش المحلق في قفص من قصب السكر. بيت زبون ياسمين جابتك هنا زي بيت زبون. هنعيش انا وانت طول حياتنا مع بعض في الاوضه دي، بس ما تقلقش، بس هتجيب لنا زباين تاني مغفلين زي حالاتنا. ونبقى مجموعه مغفلين مع بعض ونقعد نغني يا حلوه يا بلحه يا مغفله. أنا أول ما جيت برضو حتى صدق وعيط لحد ما وصلت للعقل. اللجنة الشعبية ده معلم خلينا تعرفنا على بعضينا. والله يا معلم عندك حق يا شعلاه، اهم حاجة عايزين نفتح عينينا، البلد كلها حرامية وقلق واحنا رجالة المنطقة. افتح لي بقى السكة. افتح يا ابني السكة يا ابني. حرام يا لؤي، انت بتسرق. انا
انا انت فاهم غلط يا شعلان. دي الحاجات دي انا كنت جايبها من عند واحد صاحبي عشان نبيعها. انت عارف الظروف دي ماشيه ازاي؟ انت عارف اليومين دول مش هلفتها مع الكل. صدقني يا ابني انا مش حرامي صدقني. يبقى انت اللي سرقت فيلتنا. فيلتي يا ابني انت مجنون؟ وسرقت فيلتكم بعد ما بعتوها وكمان سرقت اللوحه من المتحف. بص قد ايه كمان ده افسره. وكمان دي حاجات انا كنت نازل ابيعها. دي حاجات بتاعتنا. لا دي حاجات انت حرامي. انت حرامي صدقني يا شعلان. انا مش حرامي. انا صاحبك يا جدع. انت عبيط ولا ايه؟ ما تصدقش الكلام دوت. اوعى تسلمني. ابوس ايدك عشان خاطري. حدي مشيني مشيني. خربني. يلا يا شعلان. خربني يا شعلان. لا يا حبيبي. بصك كابتن هقول لك حاجه. لا يا حبيبي. طب استنى هقول لك حاجه. بس سيب ايدك. سيب ايدك بس افهمك حاجه. سيب ايدك يلا. اقف يلا. ما تسمعش كلامه يا شعلان. انا عمري ما هربك عشان انا عمري ما كان ليا صاحب حرامي. هتسجل يا شعلان. يا شعلان امشي قدامي. ايه ده يا مين؟ ابوس ايدك. امشي قدامي بقول لك. هتحبس يلا. تتحبس ولا تدور في 60 داهيه. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. احنا لجنة شعبية في مدينة الشيخ زايد ومعانا واحد حرامي لأن أبي نط من فوق سور فيلا أصحابها مش موجودين فيها وكمان متهم بسرقات تانية كتيرة. لا وبيدوروا عليه. لا والله يا باشا. والله يا باشا الكلام ده مش حقيقي. الحاجات دي على فكرة بتاعتنا احنا. يعني أنا أصلا واخدها من البيت عندنا وأنا كنت نازل علشان خاطر أبيعها وده صاحبي بس مش عارف مش فاهمني ليه. ده كذاب يا باشا. أنا ماسكه بإيدي أنا والشباب اللي معايا دي وبينط من فوق سور الفيلا. طب قول لنا واحد بس يفضل معايا يقول لي على اللي حصل. القبض على احد افراد عصابه التسع ملي. جهاز الشرطه العسكريه القى القبض على احد افراد العصابه. المتهم يعترف ويقول بان اثنان من معاونيه قد قتلوا. فتحي اجهز برجاله القوه اللي عندك. عندنا مأمورية مهمه جدا. ايه اللي جابك هنا عند النبي العالي؟ يعني مش عارف. ما هو اللي جابني هو اللي جابك. عايز اشوف ولاد اللذينه اللي نهبوا خير البلد واكلوا حقها وهم داخلين يتحقق معاهم. بس انا مش ماشي من هنا لما ترجع لنا حقوقنا بالكامل. تفتكر هترجع؟ اكيد طبعا. يا رب. اهو خرج اهو بسلامته شاكر بيه. حسبي الله ونعم الوكيل. عقبال الباقيين ان شاء الله. انا ازاي وقتك على اللي احنا عملناه ده؟ دي جريمه. احنا حكمنا على انسان بالسجن طول حياته. ما هو كان يستاهل. انت ما شفتش كان بيعملني ازاي؟ لا ما شفتش. ما شفتش؟ ليه يعني؟ ده انت عارف بنفسك ان كل شويه كان بيطلب مني فلوس، وبعدين كل شويه بيهددني بالمسدس وانت شايفه بعينك. المسدس بقى معايا انا دلوقتي يا ياسمينة. حبيب قلبي يا حنين. وكان مع ماجد، واكيد كان مع زكريا قبل منه. المشكله مش فيهم يا ياسمينة، المشكله فيك انت. انت اللي وصلتيهم لكده. انا اللي وصلتهم لكده. انا اللي خليتهم يدمنوا، ده انا كنت بساعدهم. كفايه كدب بقى، كفايه انا اتخنقت. مش هقدر اكمل حياتي مع واحده حاسه ان مستقبلها بيضيع وانا معاها. انا مش عارف ازاي قبلت ان انا اتجوز عنف، وزي الاهبل اقتنعت ان مفيش حاجه اسمها شهور عده. بس انا الغلطان. كان لازم اتاكد. انا مخنوق. حاسس ان ربنا زعلان مني قوي. عارفه ليه؟ عشان عشت معاكي كلها حرام في حرام. حرام؟ ليه يا حياتي؟ هو انت لما كنت مبسوط وكان على قلبك زي العسل ما كانش حرام يا سكر؟ ايوه حرام. حرام ولازم انيع. بقول لك ايه بس 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 ورقتينك قطعهم على جزمتي. اتفضل اطلع بره غور من هنا. غور يلا مش عايز اشوف وشك. نصك كل شويه حد يجي يعمل لي حكايه. يلا في داهيه. ولا زكريا ولا ما. عايز افهم هم السجن اللي احنا فيه ده ما فيهوش ممكن انا اهرب منها مخرج؟ في ابو سيدة كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع على الجنينة ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من ام الباب ده مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير اربع مرات وبس للاكل والكشف. انا عايز افهم يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟
مرجي ممكن ياكل دراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يا مش على شرف؟ كان لازم اجيب شكته ولا ايه؟ عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب انجز بقى، ركز معايا، خليك في ظهري. ها مش على السكه اللي همشيها. مش على السكه يا خلاص. ومنفع زفت انت وهو. بقول لك يا فين بس عايز يا زفت؟ في حاجه في السرير. يا الله يا الله دمعني. شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي. روح عليك يا شبراوي. عمرك ما تخيلتي طبعا ان احنا الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض. عايزين من ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوه. اوعى تسيبني انت وهو، هصوت عليك على كل الناس. صوتي صوتي يا اختي، ما واخدين على صوتك حقك، وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا اهلي والله، هو اللي دخلك المسرح، اما جيت هو اللي دخلك. انساك مش وعدتك اني هرجعلك تاني يا ياسمين. هو اللي دخلك. وصير الحيط. لا هو اللي دخلك المسرح. كل حاجه سبتها زي ما هي. اصيله اصيله ماجد، انا بحبك انت عارف. انت هشربك من نفس الكاس اللي شربتهولنا. شم 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 شم. ياسمين ابعد شمامة. يخرب بيتك انت عامله منها. بس تفتكر بقت بيسة مدمنة يعني، ولا اطلع خدها واحدة شلموها خلص؟ مش محتاجة. الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مرة. كفاية كده. عندك حق يا صاحبي. صح صح. طيب يلا استنى. آسف اللي عملته فيك. كنت لسه أخضر مش فاهم حاجة. وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك. متزعلش. سامحني. عشت تروح على فين؟ أنا؟ رايح أجيب الدب من ديله، بس على الله يكله. أنا مش فاهم حاجة يا دجاجة. خلي بالك على نفسك. فوق فوق. زي ما هم غلط احنا كمان غلط. فوق 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 لنفسك. ها خلي بالك على نفسك. اثبت مكانك. يلا اثبت مكانك. انا جاي. سكو جاي جاي. لؤي ازيك يا لؤي؟ الله. عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هتكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ سرقيني يا سوسو. انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك. ومسيرك ان شاء الله تطلع هتلاقيه في الحفظ والصون.
اطلع مش باين لها القضيه لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش، حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك، عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي انت تاني؟ هيحصل هيحصل يا سوسو. اما بيه بس ادعيلي انت. يلا يا عم هتخرج، هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، يتشرف الماثل أمامكم بالدفاع عن هؤلاء المتهمين وألتمس الحكم ببراءتهم، نعم، وإسقاط التهم المنسوبة إليه. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، قبل أن نغوص في أعماق القضية علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا هاما. نعم يا سيدي، من المذنب ومن الضحية؟ هل هؤلاء الشباب هم المذنبون أم هي قوة أكبر منهم؟ علينا يا سيدي أن نسأل أنفسنا عن الدوافع التي دفعت بهؤلاء الشباب لارتكاب مثل هذه الخطيئة. إنهم يا سيدي جزء من هذا المجتمع، إنهم يا سيدي من نسيج المجتمع. نعم هم أخطأوا، أخطأوا، ولكن من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إنهم أبناؤنا وأصدقاء أبنائنا، ولكنهم أخطأوا وضلوا الطريق، وذلك لأنهم لم يجدوا من يرشدهم إلى الطريق الصحيح فأخطأوا يا سيدي. نعم أخطأوا. سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب هم ضحية مجتمع عانى سنين الكبت. نعم سنين الكبت، إن هؤلاء الشباب ضحية مجتمع انقلبت فيه الأوضاع رأسا على عقب فأصبح عليها سافلها وسافلها عليها. هم ضحية مجتمع تزوجت منه السلطة برأس المال. فأين هؤلاء الشباب يا سيدي من اللصوص الحقيقيين؟ سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب أخطأوا، أخطأوا يا سيدي لأنهم اختاروا الحل السهل. تصوروا أن بهذا الحل يمكنهم أن يحصلوا على أسباب المعيشة، لكن هناك المئات بل الآلاف يا سيدي من اللصوص الذين هاجموا المصانع والمحلات، استحلوا لأنفسهم ما نهبوه متصورين أنه حق مكتسب. سيدي الرئيس، المتهم الحقيقي في هذه القضية هو من قام بسلب ونهب أموال هذا الشعب. علينا يا سيدي أن نحاسب اللصوص الحقيقيين، يجب أن يدخلوا السجن. الشعب يا سيدي يريد محاسبة اللصوص الحقيقيين، الشعب يا سيدي يريد العدالة الاجتماعية. وبعد كل هذا ألتمس الدفاع براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليه، وشكرا. الحكم بعد إذن الله. سامحيني يما، سامحيني يما، حياتي نطشة معايا، أهوان علي أموت ولا إني لحظة أشوف في عينيك دمعايا. معرفش ليه مرارا
وكأني طعم الحياة. يما يما ده مش حقيقي. سامحيني. بعد الاطلاع على الأوراق وما تم من تحقيقات في الجنايات الواردة برقم 45 جنايات الهرم، وبعد الاطلاع يتم محاسبة كل من لؤي محسن محمد وماجد عبد العليم حسن وطلعت مرسي السيد بالسجن 5 سنوات. رفعت الجزمة. معلش 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 احنا اللي ضعنا في زمان كل انتشر فيه الرياح. كبير عن الحق دعمة وصغير على الارض درمة. كبير عن الحق دعمة وصغير على الارض درمة. العدل فين يا محكمة؟ العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته. العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته. وبكرة يا ما نديت عليك جاني غني من ودو. هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم. هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم. العدل عالظلم انتصر وبالمفيد المختصر. العدل عالظلم انتصر وبالمفيد المختصر. ردينا لعيوننا البصر والشعب على الكلمة. هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم. هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم. هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وكل عمله. هقولها قبل ما تسألوا سر الحياة وكل عمله. بكرة وصل ما أجمله لكن بلاش تتفتتوا. هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم. هلا 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 وهلا هلا 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 حي على العالم. هلا 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 وهلا هلا 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 منك. مش كفايه اللي عملته فيا؟ وسع. ترجمة
ايه ده حبيبتي؟ انت بتعملي ايه؟ زي ما انت شايف يا جدعان، فتح لي وخوخه في البقين دول كويس قوي. احنا متراقبين. متراقبين. البيك بص هو اللي قال. البيك بص ده ايه؟ ما بيهزرش، ده اخبار البلد كلها في عبه. انا رايي اننا نكمر فلوسنا بعيد عن مطار احنا شويه. وانا برضو قلت اضبط الحشيش بعيد عن البيت بحيث لو حصل اي عوام الدنيا تهدى ونطلع نضرب ضربتنا، ويبقى هو ده ماتش الاعتزال. مخالفة للقانون ومخالفة لأي شريعة في كل الأديان. سنة سوف معنى كده أنا كنت فاهم كل كلامك غلط. ها؟ في إيه خالد؟ أنت فيك حاجة غريبة شوية. ها؟ لا لا، أنا بس حزين على اللوحة زي كل الشعب ما حزين على اللوحة. يعني مفيش حاجة مخبية عليا؟ لا والله. اصحى يا لولو، يا لولو اصحى يا روح الروح. بس اصحى بقى يا حبيبي. يلا. ايه عايزه ايه؟ عاوزه فلوس. محفظه عندك؟ خدي منها اللي يكفيكي وسيبيني انام. لا ده انا عاوزه فلوس، فلوس كتير لابويا. ايه يعني عايزه كام يعني؟ المسكين الغلبان محتاج يعمل حاجه كده اسمها دعامه، محتاج يعني كده هن بتاع 10,000 جنيه. 10,000 ايه؟ 3,000 جنيه مش فاكره بالظبط. ما انت عارف ان انا معيش فلوس، اجيب لك منين يعني؟ هي المصلحه بتاعت اللوحه دي ما تسلكتش؟ لا ما تسلكتش. طب يا حبيبي ما تزعلش نفسك قوي كده. طيب انا هقوم بقى اتكل على بيتنا لحسن اني مفروض خلصت ميعاد الشغل. ميعاد شغل ايه؟ يوه، هو انا ما قلتلكش المفروض اني مفهماهم اني بشتغل ممرضه قد الدنيا في المستشفى؟ لا حكيمه يا بنت، والله طلعت دماغ وانا معرفش. ماشي، طب قومي حضري الفطار وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. من عينيا يا روح الروح. جري شوية جري شوية. استنى استنى، ارجع ورا شوية. اقف قدام الواد ده. ايوه بس حبيب قلبي، وقعت ولا حدش سمع عليكم. اقفل. اطار فلوس يا فندم. عز المعرفة وحياتك. بقولك ايه؟ عايزك تجهز لي قوة حالا دلوقتي لحد ما اروح لسيادة اللواء عشان اخد اذن النيابة بالقبض عليهم. تمام يا فندم. اهدي يا فريدة، اهدي يا حبيبتي. مش معقول كده كل يوم دموع من ساعة ما جه لؤي. يا ريته ما جهش، يا ريتني ما خلفتوش اساسا. حرام عليكي ما تقولش كده. ده نعمة. وأنا ربنا ما أنعمش عليا بخلفة. كان نفسي بقى عندي ولد من صلبي. هيفيد بإيه؟ ها؟ لو ولد عاق زي ده هيفيد بإيه؟ بالعكس. ده محل كامل. وده يطلع كام كيلو ده؟ والله يا باشا أنا ما وزنتوش. بس هو يجيله كده شنطتين كبار. طيب. هاتوا بكرة معاك يا عم طلعت. وانا هجيب خبير يدمنهم وهديك شيكك وانت قاعد. معلش يا باشا ما تاخذنيش، اصل انا معايا شركاء وما بيحبوش موضوع الشيك ده، يحبوا الفلوس على بعضيها. خلاص يجي بس الخبير يشوفهم وهديك فلوسك كاش يعني. ربنا يخليك لينا يا باشا، مش عارف من غيرك نعمل ايه. معلش يا باشا كان ليا طلب اخير. ايه ده؟ بس العيال صحابي مش
مأمنني، عايزين يجوا معايا يحضروا التسليم والتسلم. وماله؟ تخليهم يجوا. وماله؟ ايه؟ عشان هيعرفوني مش مشكلة، أنا أعرف عنهم كل حاجة. مش قلت لي برضه ان باباك عيان؟ قلت اجي اطمن عليه. معرفش انه مات. بقى انت جيت تطمن على ابويا؟ ده انت ما بتطمنش على ابوك في بلاد بره. انت جيت تطمن على فلوسك. فلوسي؟ ورق ايه؟ يلا يا جماعه يلا يلا. ماجد 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 كلم خالد الاول خليه يامن لنا الطريق. يلا بس يلا. ام احمد ام احمد عم احمد مغمى عليه يا باشا. كل حاجه موجوده قدام حضرتك. بتقول ايه؟ امتى ده حصل؟ من شويه يا بص. بعد اذنك يا مراد بيه. اتفضل. حضروا العربيه فورا. امرك يا بص. هاي مين؟ ايه؟ بتقول ايه؟ هجموا على الشركة؟ وانتوا كنتوا فين يا معايم؟ البوليس قبض على اتنين والتلاتة التانيين فين؟ ما ترجعوش غير بيهم وتنزلوا على التحرير. اضربوا العيال دي بالجزمة. سامع ولا لا؟ طلعوا برا البلد. هدوا اهرب برا مصر. قولك يا سوسو، انت لازم تختاري، يا تكملي معايا. هنحتاج نفتش شقة مصر الجديدة كمان. تحت امرك. بعد اذنكم. اتفضل. ايوه يا ريس. شريف سيب القضية دي شوية. يعني ايه يا فندم؟ يعني تسيب الولاد دول شوية. ازاي يا فندم؟ انت اصلا مش عارف هما فين دلوقتي. هم هربوا. بس انا عارف هما فين. العيال دي مستخبية في مكان انا عارفه. وبعدين ده شغلي وانا عارف انا بعمل ايه. طب ما تقولي مكانهم فين. حلو قوي. العيال دي دلوقتي بتدور على مكان يباتوا فيه، بس قدام عينيا اخبارهم بتجيلي كل ربع ساعة. طب ما تقولي هما فين عشان نبعت قوة تقبض عليهم. هو ده بقى الموضوع. العيال دي لازم تهرب عشان نشغل بيهم الرأي العام. البلد مقلوبة سيادة الرائد، وانت بقى سيد العارفين. وبعدين اي حاجة نلهي بيها الناس بدل الموضوع بتاع ثورة تونس. يا سيادة اللي هو الكلام ده ما انا لما اقرر ان انا اقبض عليهم هقولك، وكمان بنفسي يا سيدي
هعرفك فين مكانهم. تسمح لي بقى هديك سيجاره. ليه كده يا ربي؟ ليه يحصل كل ده معايا انا؟ ليه؟ استغفر الله العظيم. يا مامي بليز ارجوكي كفايه كده. اصل انا كمان هعيط. كفايه. اهدي اهدي. رد على الموبايل. مش عايزه ارد على حد. يا ست ردي. ده الاستاذ محسن من لندن لسه فاكر. رد عليه. ردي. الو. ايوه لسه فاكر. لسه فاكر انه عندك ولد. الولد اللي بوظته. ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. ايوه انت اللي بوظته. انت اللي بوظته لانك ما عاقبتوش يوم ما عرفت انه سرقك هو وصغير. والنتيجه ايه؟ لما كبر طلع. اتفقنا. بيان وزاره الداخليه. تعلن وزاره الداخليه عن تحديد هويه افراد عصابه التسعة ملي، وهم ماجد عبد العليم طالب، لؤي محسن بقى طالب. معقول حد يصدق ان اصحابنا ولاد الناس طالب. يطلعوا في الاخر حراميه؟ طلعت مرسي. انا صدق طبعا طالب. ما كنتش بتشوف الفلوس في ايديهم في الفتره الاخيره كتير قد ايه؟ طب يمد ايديهم ويسرقوا ليه؟ دي سرقه حرام والقانون يعاقب عليها. اكيد الظروف الصعبه اللي مروا بيها هي اللي وصلتهم لكده. مهما كانت الظروف صعبه مش ممكن تخليهم يسرقوا. طب يعملوا ايه يعني؟ يصوروا على الوضع وعلى الظروف وعلى المسؤول عن الظروف دي كمان، لكن ما ينحرفوش. مش معقول يا جماعه نوجد لهم مبرر للسرقه دي عشان نتعاطف معاهم. هم اجربوا ولازم يتعاقب. اكدت وزاره الداخليه من ان ما يعرف بعصابه ايهاب 9 ملي يا ايهاب مسؤوله عن سرقه. ايوه ماما. من مش ده ماجد صاحبك اللي كان بيجي لنا البيت؟ الامن محمد صياد. ايه اللي حصل له يا ابني؟ بقى مجرم وهربان؟ ماجد كان ممكن يبقى شاعر مشهور بس لو كان لقى بيئه اجتماعيه كويسه يعيش فيها. لكن للاسف المشاكل اللي كان عايش فيها بينه وبين ابوه وامه هي اللي عملت منه بني ادم مجرم ومنحرف. عشان امشي وسط البلد رافع راسي يا ولدي.
طمن يا أم. هقتل، هغسل عاري وعاري، هخلي أبوي ينام مرتاح في تربته، هاخد عزاوي وأنا راسي مرفوعة. يا فرحة أبوك بيك. روح يا حبيبي قبل عمك ما يعرف إنك رجعت يعمل حسابه. ده حنش بيبخ سم، اقتله قبل ما يطولك. حاضر يا أم، بس عندي شرط. قول يا قلبي. تقعد في بيتك وتطلعيش وراي، سيبيني اشفي غليلي بنفسي، ووعد مني هرجع لك، ونوقف انا وانت قدام البيت وناخد عزانا بايدينا. حاضر، هستناك ما تاخرش علي. ادعي لي يا ام واعملي اللي قلت لك عليه. الشر يا خال. بعد عني يا فتحي. خالد بيه، الحمد لله على السلامة. الحمد لله انك انت عجلت وجاي تاخد بطار ابوك. طول عمرك نبيه يا عمي، انا جاي دلوك عشان اخد بطار ابوك. واللي قتل ابوك وراك اهو، خد بطارك منه وامسح العار، وساعتها هتبقى والد مجاهد صح، ونعرف نرفع راسنا وسط الخلق. اقتلوا، مستني ايه؟ خد بطارك وامحي بنار الكره. اقتل يا خالد. تعمل ايه يا صاحبي؟ تعمل ايه يا خالد؟ بس يا عمي مش فتحي ولا ابوه اللي قتل ابوي. اللي قتل ابوي انا خابره. ضعني واغسل العاني. صدقني خالد نفسه ما اعرفش ان انت بتحبيها وكده. طب انا هظبطك، اول ما يجي من السفر انا هلغيه والبسه في حيطه واسحله. ما بس انت وهي، انتوا هتعملوا لي الشغله بتاعتكم ولا ايه؟ سايبها لكم خالص. ايه العار ده يا دودو قوي؟ دينا قصدي دينا يا بنت. قفشت هيصه، حبنا مش هينفع يستخبى اكتر من كده. نفسي اصحى من النوم الاقيك نايم جنبي على السرير اخدني في حضنك. طب وده هيحصل ازاي؟ نتجوز. نتجوز؟ ما انت متجوزه، هنتجوز ازاي يا ياسمين؟ اتجوزت ايه؟ ماجد اللي بيني وبينه عباره عن ورقتين عرفي، اجيبهم دلوقتي حالا واقطعهم. المشكله مش في الورقتين يا ياسمين، المشكله في ماجد نفسه، هنعمل فيه ايه؟ ماجد خلاص في نيته، حتى لو ظهر هيتسجن على طول من كتر البلاوي اللي هو عاملها. بقول لك انا هجيب الورقتين نقطعهم ونكتب ما بيني وبينك عقد عرفي جديد. طيب ماشي. طب بالنسبه لموضوع شهور العده ده هنعمل فيه ايه؟ عده ايه؟ بقول لك جواز عرفي مش رسمي. يعني في فرق ما بينهم؟ طبعا. ولا انت مش عايز تتجوزني؟ مش عاوز. بعد اللي انت عاملاه معايا دوت مش عاوز. عاوز طبعا يا حبيبتي. سوري يا سوسو، سوري ان انا دخلتك معاه في المشاوير دي. الواحده لازم تشيل جوزها في الظروف الصعبه وتبقى معاها على الحلوه والمر عشان تعرف بس اني بنت جدعه. لا من ناحيه جدعه فانتي جدعه، بس ما تنسيش برضو انك شفتي معايا ايام حلوه. كفايه شحطوطه بقى، كفايه بتلعب بينا ليه؟ ليه اللي بحبهم يروحوا ليه؟ كده استغفر الله العظيم يا رب، مفيش فحل بصل ولا حاجه مفوقها بيه. في كلوديا طبعا يا الهي يسترك. فوقت. ايه في ايه؟ الحمد لله. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، اغمى عليكي بس بره دخلك يا سوا. مين معايا؟ انا دينا. دينا انت فين يا حبيبتي وبتتكلمي منين؟ خالد مات يا سوا، مات. مات؟ ايوه، اتقتل في الصيد. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله.
انت عامله ايه؟ انت كويسه؟ طمنيني عليكي. انا مش كويسه، مش كويسه، بس هبقى كويسه كمان شويه. دينا انت صوتك مش مريحني. ما انا ليلي العمر الرهيب ساكن صوتها وسكتها. طب فين وحشتيني يا ماما. طب فين سكت نجاتها؟ في ايه؟ ايه ده؟ اه؟ في ايه يا جماعة؟ لا يا جماعة هي كويسة والله. ادم لا فينا ده؟ ايه اللي بيحصل فينا؟ البلد بايظه بره واحنا بايظين هنا. واحد مات والتانيه جثه جوه، جثه واحد مننا، جثه فوق وجثه. المصايب بتيجي مره واحده ليه كده يا رب؟ ليه؟ الله العظيم. مسكينة دينا كانت أجدع واحدة فينا. الله يرحمك يا دينا، الله يرحمك. مش قادرة أنسى منظر الدم. ليه كده يا دينا؟ ليه؟ صدق الله العظيم. يا جدعان يا جدعان من شوية الكلام ده، كلنا عارفين ان اكرام الميت دفن ودينا جوه جثة. يا جدعان لازم نشوف هنعمل ايه. عندي ندفنها عند في المقبرة. عندي انا لسه جايب مقبرة جديدة. وانت شريت مقبرة ليه يا ماجد؟ كان قلبي حاسس ان في حد فينا هيقع. طب ودي امان دي يا ماجد؟ امان نقدر ندخل المرحومة بعد النص الليل من غير ما حد يحس. طب والغلبانة دي مش لازم نغسلها قبل ما ندفنها؟ غسل ايه؟ انا ما اعرفش نعمل كده. هنعمل كده ازاي؟ انا اعرف. انتي غسلت اكتر من واحدة عندنا في الحتة. بس قومي معايا يا زينب. قومي يا زينب ساعتي. حاضر يا حنين أبو غساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون. ايوه مين؟ ايه؟
هجموا على الشركه وانتوا كنتوا فين يا معايم؟ البوليس قبض على اتنين والتلاته التانيين فين؟ ما ترجعوش غير بيهم وتنزلوا على التحرير اضربوا العيال دي بالجزمه سامع ولا لا؟ طلعوا بره البلد. هم يا لهوي انا خايفه عليك يا طلعت والنبي. ما تلاقيش يا زينه هو ده الوقت المناسب لو العيال ما خرجوش دلوقتي مش هيخرجوا طول عمرهم. خلي بالك من نفسك والنبي انا ماليش غيرك. تعال كده تعال كده تعال كده وسع وسع انا فيهم معاهم ولا في عامل ده هو في المهم خلي غلابه زي انا اعرف اتصرف معاهم ولا في عامل ده هو انا عايز ايه غلابه اللي جوه وسع خلينا نخش يا عم وسع ماشي انا عارف انها مش هتيجي بالذوق ماشي وسع خلاص يا حبيبتي انا مش نازل مظاهرات تاني. انكل خلاص يا مامي مفيش نزول تاني. يا نهار ابيض انا مش قادره اصدق البلد مبقاش فيها بوليس ده كده مفيش امان. تعرف ان ممكن كده بلطجي يدخل علينا ويسرقنا عربيتي يا نهار اسود ممكن يسرقوها. استني بس يا ياسمين اسمعي الدراجات البخاريه من المرور ده بيقول لك ان هم هيعملوا حاجه اسمها لجان شعبيه وكل واحد ينزل يقف مع جيرانه. بقول لك ايه انا نازل. نازل رايح فين؟ هنزل اقف مع الجيران. تقف مع الجيران ايه وانت تعرف حد اصلا؟ لا بس يعني اكيد هنتعرف على الاقل نحمي عربياتنا. ملعون ابو العربيات ما تسيبنيش لوحدي في الظروف دي. اعملي بس يا ياسمين بلا تعمل بلا زيف تفضل قاعد جنبي على اوامر عليا انا اهم سياسي واضح. تعليمات جت لنا بالانسحاب من الشارع. اتفضلوا حضراتكم روحوا عربياتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. سيادتك يا فندم انا مش هسيب هنا لغايه الامور ما تهدى تماما. واحنا معاك يا فندم. لا ارجوكم نفذوا التعليمات وروحوا وانا لما احتاج لكم هبقى اكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم يلا شوف بيه. تمام يا فندم تحت امر سيادتك. على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. كده يا إيهاب برضه كل ده تأخير يا ابني من غير ما تقول لنا. بتتصل بينا بالتليفون طمنا عليك يا بابا. ما شبكة الموبايلات كانت واقعة. يا سلام ما تليفون البيت أهو. معلش فاتتني دي. الأحداث كانت ماشية بسرعة رهيبة. الواحد ما كانش عارف يفكر. المهم إن أنت بخير. الحمد لله طول ما مصر بخير أنا بخير. بس ما فيش نزول تاني. أديك شايف الضرب اللي في الشارع. ما فيش نزول تاني يعني إيه؟ ده انتوا المفروض اللي كنتوا تنزلوا. يا ابني ده احنا عواجيز. عواجيز؟ في التحرير كان في ناس اكبر منكم بكتير. انا سبتهم وجيت وهم فضلوا بايتين هناك. ما اقدرش اقول لكم على اليوم، اليوم كان تاريخي، اليوم كان عالمي. وهم بيغنوا في نفس واحد سلميه سلميه. ولا وقت الصلاه. كانوا مئات الالاف وهم بيقولوا الله اكبر في نفس واحد كان جسم الواحد يقشعر. الله فعلا مصر خدت خطوة لطريقها للتغيير. ده الفقر ده؟ وانا يا رب كل ما استأسر ليها تتسرق مني؟ ده ايه اللي حصل الكلمة ده؟ اتسرقت؟ ايوه يا سيدي اتنيلت. انا كمان اتسرقت.
أكيد طلعت. لا مش طلعت. أنا عارف مين اللي سرقني. مين؟ سوسو. سوسو بنت الكلب. أدي الأشكال اللي أنت بتجيبها عنا. وبعدين؟ أنا بأشفر. بكح تراب. أنا مفيش قدامي غير إن أروح أقعد عندهم اليومين دول. مفيش قدامي غير نعمل كده. أمك؟ أمك إيه؟ أمك إيه؟ طب وأنا؟ والحكومة اللي بره؟ يا ابني هو في حكومة في البلد؟ أنت ما سمعتش إن الشرطة كلها انسحبت؟ يبقى أنا بقى هروح لياسمين. إزاي يعني؟ هتروح لها إزاي؟ ما إحنا اتفضحنا في كل القنوات وفي كل المجلات وفي كل الجرايد. لا لا يا عم دي لسه مراتي اكيد وحشها يعني عارف انها تحبش تنام لوحدها او تزبطني. هي سهام ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟ اصلها مش ناويه ترجع البيت النهارده. معقوله؟ طب هتبات فين؟ هتبات في ميدان التحرير مع المتظاهرين. ليه كده؟ اصلها خايفه تخرج لقبضوا عليها فاضطرت بقى تجيب خيمه. احسن يجي وانت مش موجود وتبقى مصيبه. خش خش يا فوزان. يا خرابي يا خرابي اول مره اسمع صوت ضرب نار. معقوله حتتنا يبقى فيها بلطجيه؟ لو حد جه هنا هنعمل ايه يا ابو ايهاب؟ العمل عمل ربنا. ما تخافوش يا جماعه. والسلاح ده بيعمل ايه؟ ايه ده يا ايهاب؟ مسدس؟ ايوه يا ماما. ما انت عارفه ان انا كنت بسافر كتير الايام اللي فاتت دي ولازم اكون متامن. يعني ده موجود في البيت وانا ما اعرفش؟ ايوه يا ماما. انا بصراحه ما رضيتش اقول لك عشان ما تخافيش او تقلقي. وبعدين بابا قال لي. بابا انت يا صلاح عارف ان ده موجود وما قلتليش؟ الصلاة يكسف. خلاص خلاص يا جماعة يلا يلا خشوا جوه خشوا جوه. أبو طلعت قلبي كده يا أخويا واكلني ومش عارفة مالي خايفة كده ليه؟ خايفة من إيه يا وليه أنت؟ خايفة من البلطجية اللي بيقولوا عليهم اليومين دول اللي يجوا عندنا يا أخي. يا وليه يا خرفانة أنت؟ بلطجية إيه اللي هيسيبوا الفيلل والقصور والناس الأغنياء ويجوا لنا إحنا؟ طب ليه؟ كبري مخك بقى. حاضر. في ايه؟ ده مين اللي جاي لي اخويا السعادة؟ والنبي يا اخويا ما تفتح الباب، انا بنتك امانة. طب اهدي بس انت يا ولية. حاضر. يا لهوي. اخلصي يا ولية. حاضر حاضر. اخلصي يا ولية. حاضر حاضر. في ايه يا ابني؟ انتوا مين وعاوزين ايه؟ مش دي شقة طالعة على النص. ايوه هي. طب اطلع بقى بيحشيلها عندك بقى. ما عنديش. ايه؟ في الشقة اللي فوق في اخر دور اجيب لك المفتاح. كأنك شفت عفريت. انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. انت مظاهرات بقى ربنا يخليها لنا. خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس. وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده ست شهور على حالها. يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله مش مشكله. خير. بقول لك ايه؟ تيجي جنبي بقى تعالي وحشتيني. تعالي. طب بص هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده من جوه واجيلك على طول. ماشي. طب بقول لك ايه؟ انت اللي معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس. انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد؟ اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش. منين؟ ما هو ما
فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين ماجد ازيك يا روحي؟ انت دخلت ازاي اصلا؟ المفتاح اللي معايا، انت ناسي اني معايا مفتاح ولا ايه؟ الله، مالك كده اتخضيتي كانك شفتي عفريت؟ انا بس كنت فاكره اني مش هشوفك تاني. انت مظاهرات بقى، ربنا يخليها لنا. خلت البلد من غير ولا امن ولا حكومه ولا بوليس. وسمعت كمان ان البلد هتفضل كده 6 شهور على حالها، يعني نعمل اللي احنا عايزينه. الله، مش مشكله، خير. بقول لك ايه، تيجي جنبي بقى، تعالي وحشتيني. تعالي. طب بص، هدخل اجيب حاجه بس بسرعه كده من جوه واجيلك على طول. طب بقول لك ايه، اديني معاكي فلوس عشان انا محتاج فلوس، انت عارفه ظروفي. منين يا ماجد اجيب لك منين؟ انا ما بشتغلش، منين؟ ما هو فاهمك، انا حالي بايظ اصلا. بعدين لحم كتافك يعني من اخيري، هو في جنبي، انا في محنه. هجيب لك فلوس منك. انت فاهم غلط يا شعلان. دي الحاجات دي انا كنت جايبها من عند واحد صاحبي عشان نبيعها. انت عارف الظروف دي ماشيه ازاي؟ انت عارف اليومين دول مش هلفوتها مع الكل. صدقني يا ابني انا مش حرامي، صدقني. يبقى انت اللي سرقت فيلتنا. فيلتي يا ابني، انت مجنون؟ وسرقت فيلتكم بعد ما بعتوها، وكمان سرقت اللوحه من المتحف. بص قد ايه كمان ده بسره، وكمان دي حاجات انا كنت نازل ابيعها، دي حاجات بتاعتنا. لا انت حرامي، انت حرامي. صدقني يا شعلان انا مش حرامي، انا صاحبك يا جدع. انت عبيط ولا ايه؟ ما تصدقش الكلام دوت. اوعى تسلمني، ابوس ايدك عشان خاطري. عدي مشيني مشيني. خربني يلا مش عليك. خربني يا شعلان. لا يا حبيبي. بس يا كابتن هقول لك حاجه. لا يا حبيبي. طب استنى هقول لك حاجه، بس سيب ايدك، سيب ايدك بس افهمك حاجه. سيب ايدك يلا. اوقف يلا. ما تسمعش كلامه يا شعلان. انا عمري ما هربك، عشان انا عمري ما كان ليا صاحب حرامي. هتسجل يا شعلان. يا شعلان ابوس ايدي يا مين. امشي قدامي بقول لك. هتحبس يلا. تتحبس ولا تجور في 60 داهيه. السلام عليكم. سلام عليكم. ده لجنه شعبيه في مدينه الشيخ زايد، ومعانا واحد حرامي لقيناه بينط من فوق سور فيلا اصحابها مش موجودين فيها، وكمان متهم بسرقات تانيه كتيره. لا وبيدوروا عليه. لا والله يا باشا، والله يا باشا الكلام ده مش حقيقي. الحاجات دي على فكره بتاعتنا احنا، يعني انا اصلا واخدها من البيت عندنا، وانا كنت نازل علشان خاطر ابيعها، وده صاحبي بس مش عارف مش فاهمني ليه. ده كذاب يا باشا، انا ماسكه في ايدي انا والشباب اللي معانا دي، هو بينط من فوق سور الفيلا. طب قول انت واحد بس يفضل معايا يقول لي على اللي حصل. القبض على احد افراد عصابه التسعة ملي. جهاز الشرطة العسكرية ألقى القبض على أحد أفراد العصابة. المتهم يعترف ويقول بأن 2 من معاونيه قد قتلوا. فتحي، اجهز برجالة القوة اللي عندك، عندنا مأمورية مهمة جدا. إيه اللي جابك هنا عند النائب العام؟ يعني مش عارف، ما هو اللي جابني هو اللي جابك. عايز أشوف ولاد اللذينة اللي نهبوا خير البلد وأكلوا حقها وهم داخلين يتحقق معاهم. بس انا مش ماشي من هنا لما ترجع لنا حقوقنا بالكامل. تفتكر هترجع؟ اكيد طبعا. يا رب. اهو خرج اهو بسلامته، شاكر بيه. حسبي الله ونعم الوكيل. عقبال الباقيين ان شاء الله. انا ازاي طوعتك على اللي احنا عملناه ده؟ دي جريمه. احنا حكمنا على انسان بالسجن طول حياته. ما هو كان يستاهل. انت ما شفتش كان بيعاملني ازاي؟ لا ما شفتش. ما شفتش؟ ليه يعني؟ ده انت عارف بنفسك ان كل شويه كان بيطلب مني فلوس،
وبعدين كل شويه بيهددني بالمسدس وانت شايفه بعينك. المسدس بقى معايا انا دلوقتي يا ياسمينه. حبيب قلبي يا حنين. وكان مع ماجد واكيد كان مع زكريا قبل منه. المشكله مش فيهم يا ياسمينه، المشكله فيك انت. انت اللي وصلتيهم لكده. انا اللي وصلتهم لكده، انا اللي خليتهم يدمنوا، ده انا كنت بساعدهم. كفايه كدب بقى، كفايه انا اتخنقت. مش هقدر اكمل حياتي مع واحده حاسه ان مستقبلها بيضيع وانا معاها. انا مش عارف ازاي قبلت ان انا اتجوز عرف، وزي الاهبل اقتنعت ان مفيش حاجه اسمها شهور عده. بس انا الغلطان، كان لازم اتاكد. انا مخنوق، حاسس ان ربنا زعلان مني قوي. عارفه ليه؟ عشان عشت معاكي كلها حرام في حرام. حرام؟ ليه يا حياتي؟ هو انت لما كنت مبسوط وكان على قلبك زي العسل ما كانش حرام يا سكر؟ ايوه حرام، حرام ولازم انيح. بقول لك ايه، بس بس بس، ورقتينك حطاهم على جزمتي، اتفضل اطلع بره، غور من هنا، غور، يلا مش هشوف وشك. ناقصك كل شويه حد يجي يعمل لي حكايه. يلا في داهيه. ولا زكريا؟ ولا؟ أنا عايز أفهم، هو أم السجن اللي إحنا فيه ده ما فيهوش ممكن أنا أهرب منها مخرج؟ في في أبو سيدة كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع الجنينة ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من أم الباب ده، مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير 4 مرات وبس، للاكل والكشف. انا عايز افهم، يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟ اهرب؟ شبراوي التمرجي ممكن ياكل دراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يا مش على شرف؟ كان لازم اجيب شفته. ولا ايه؟ عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب انجز بقى، ركز معايا، خليك في ظهري. ها امشي على السكه اللي همشيها. امشي على السكه يا زحمه. مدفع زفت انت وهو. بقول لك يا فين بس عايز يا زفت؟ في حاجه في السرير. يلا يلا طلعني. شبراوي 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 يا ولد، يا شبراوي هو عليك يا شبراوي. شبراوي شرفتي يا حلوة حليب قلبي، عمرك ما تخيلتي طبعا ان احنا الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوة. اوعى تسيبني انت وهو، هصوت عليك على كل الناس. صوتي صوتي يا اختي، ما واخدين على صوتك، حقك وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا زكريا والله هو اللي دخلك المسرح، اما جيت هو اللي دخلك. انساك، مش وعدتك اني هرجع لك تاني يا ياسمين. هو اللي دخلك، وسير الحيط. لا هو اللي دخلك المسرح. كل حاجه سبتها زي ما هي. اصيله اصيله انا بحبك، انت عارف. انت اللي هشربك من نفس الكاس اللي شربتهولنا. شمي 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 ياسمينة بقت شمامة. يخرب بيتك، انت عاملة منها. بس
مفيش حد هنا يا شباب ولا ايه؟ مين؟ ايه؟ بتقول ايه؟ هجموا على الشركة؟ وانتوا كنتوا فين يا معايم؟ البوليس قبض على اتنين والتلاتة التانيين فين؟ ما ترجعوش غير بيهم وتنزلوا على التحرير، اضربوا العيال دي بالجزمة، سامع ولا لا؟ طلعوا بره البلد. هم يا لهوي، أنا خايفة عليك يا طلعت والنبي. ما تلاقيش يا زينة، هو ده الوقت المناسب، لو العيال ما خرجوش دلوقتي مش هيخرجوا طول عمرهم. خلي بالك من نفسك والنبي، أنا ماليش غيرك. تعالى كده تعالى كده تعالى كده، وسع وسع، أنا فيهم معاهم. بقول لك إيه يا عم، ده هو بالمهم خلي غلابة زينا، أنا أعرف أتصرف معاهم. بقول لك إيه يا عم، ده هو أنا عايزين الغلابة اللي جوه. وسع قلنا خلينا نخش يا عم وقصة. ماشي، أنا عارف إنها مش هتيجي بالذوق. ماشي وقصة. حرام عليك، نشفتوا دم من الخوف. ليه بس يا فريدة؟ يعني يا فؤاد مش شايف اللي بيحصل في التحرير؟ ايوه يا روحي، ما احنا لسه جايين من هناك انا وشروات. بقول لك ايه، احنا اتظاهرنا وهتفنا وعملنا كل اللي علينا، خلاص مفيش مظاهرات بعد كده، مفيش تحرير. ليه بس يا مامي؟ ده حتى بيقولوا ان هما بكره هيعملوا. مفيش بكره، مفيش بعد بكره، خلاص طالما مفيش شبكه نت ومفيش شبكه موبايل مفيش نزول للتحرير. ليه بس يا فريدة؟ ما احنا كنا عايشين من 10 15 سنه وما فيش موبايلات وكنا عايشين عادي جدا. يا فؤاد، الظروف ما كانتش زي دلوقتي، حرام عليكم والله العظيم نشف دمي، كنت هموت من الخوف، كنت خايفه في اي لحظه البلطجيه يجوا يكسروا الباب يسرقوني يقتلوني، حرام عليكم. خلاص خلاص يا حبيبتي، انا مش نازل مظاهرات تاني. ممكن خلاص يا مامي، ما فيش نزول تاني.
يا نهار ابيض، انا مش قادره اصدق. البلد ما بقاش فيها بوليس، ده كده مفيش امان. تعرف ان ممكن كده بلطجي يدخل علينا ويسرقنا عربيتي؟ يا نهار اسود، ممكن يسرقوها. استني بس يا ياسمين، اسمع، ده بيقولك ان هم هيعملوا حاجه اسمها لجان شعبيه، كل واحد ينزل يقف مع جيرانه. بقولك ايه، انا نازل. نازل رايح فين؟ هنزل اقف مع الجيران. تقف مع الجيران؟ هو انت تعرف حد اصلا؟ لا بس يعني اكيد هنتعرف، على الاقل نحن عربياتنا. ملعون ابو العربيات، ما تسيبنيش لوحدي في الظروف دي. اعملي بس يا ياسمين، بلا تعمل بلا زيف، تفضل قاعد جنبي. انا اهم سياسي واضح. التعليمات جت لنا بالانسحاب من الشارع. اتفضلوا حضراتكم روحوا عربياتكم لغايه ما تيجي تعليمات جديده. سيادتك يا فندم، انا مش هسيب هنا لغايه الامور ما تهدى تماما. واحنا معاك يا فندم. لا ارجوكم نفذوا التعليمات وروحوا، وانا لما احتاج لكم هبقى اكلمكم. اتفضلوا. تمام يا فندم، يلا شوفيه. تمام يا فندم، تحت امر سيادتك. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك يا بابا، السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. كده يا إيهاب برضه؟ كل ده تأخير يا ابني، من غير ما تقول لنا ولا تسيب لنا خبر. معلش يا ماما سامحيني. طب يا أخي كنت اتصل بينا بالتليفون، طمنا عليك. يا بابا ما هي شبكة الموبايلات كانت واقعة. يا سلام، ما تليفون البيت أهو. معلش فاتتني دي، الأحداث كانت ماشية بسرعة رهيبة، الواحد ما كانش عارف يفكر. المهم إن أنت بخير. الحمد لله، طول ما مصر بخير أنا بخير. بس مفيش نزول تاني. اديك شايف الضرب اللي في الشارع. مفيش نزول تاني يعني ايه؟ ده انتوا المفروض اللي كنتوا تنزلوا. يا ابني ده احنا عواجيز. عواجيز؟ في التحرير كان في ناس اكبر منكم بكتير، انا سبتهم وجيت وهم فضلوا بايتين هناك. ما اقدرش اقول لكم على اليوم، اليوم كان تاريخي، اليوم كان عالمي، وهم بيغنوا في نفس واحد سلمية سلمية ولا وقت الصلاة. كانوا مئات الالاف وهم بيقولوا الله اكبر في نفس واحد، كان جسم الواحد يقشعر. الله، فعلا مصر خدت خطوه لطريقها للتغيير. ايه الفقر ده؟ وانا يا رب كل ما استأسر تسرق مني؟ ده ايه اللي حصل لك كلمه ده؟ اتسرقت؟ ايوه يا سيدي اتنيلت. انا كمان اتسرقت. اكيد طلعت. لا مش طلعت، انا عارف مين اللي سرقني. مين؟ سوسو. سوسو بنت الكلب. ادي الاشكال اللي انت بتجيبها عنا. وبعدين انا بشفر بكح تراب. انا مفيش قدامي غير ان اروح عند امي اليومين دول. مفيش قدامي غير نعمل كده. امك ايه؟ طب وانا والحكومه اللي بره؟ يا ابني هو في حكومه في البلد؟ انت ما سمعتش ان الشرطه كلها انسحبت؟ يبقى انا بقى هروح لياسمين. ازاي يعني؟ هتروح لها ازاي؟ ما احنا اتفضحنا في كل القنوات وفي كل المجلات وفي كل الجرايد. لا لا يا عم، دي لسه مراتي، اكيد وحشها يعني، انا عارف انها ما تحبش تنام لوحدها او تظبطني. هي سهام ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟ اصلها مش ناويه ترجع البيت النهارده. معقوله؟ طب هتبات فين؟ هتبات في ميدان التحرير مع المتظاهرين. ليه كده؟ اصلها خايفه تخرج ليقبضوا عليها، فاضطرت بقى تجيب خيمه وتبات مع زمايلها في الميدان. يا مجنونه يا سهام. لا يا اختي انا مش حامل كده، انا كلمت امي في البلد النهارده بهدلتني عشان ما روحتش، انا مسافره بكره. انا كمان لازم اسافر، وخصوصا ان القعده هنا لوحدنا اصبحت خطر علينا جدا، وكمان ماما كلمتني في التليفون وقالت لي ان مش هيجي لها نوم لحد ما تشوفني قدام عينيها الصبح. ربنا يستر علينا وعلى البلد من النهارده لحد بكره. يا رب يا رب يا رانيا.